بظل الظروف اللي عم نعيش فيها هلا بحياتنا والضغوط، كثير بنسمع عن نصائح بتخص الصحه البدنيه من خلال الرياضه، واحد انواع الرياضات اللي ظهرت بالفتره الاخيره وكان لها دور بتخفيف الضغط السلبي بالحياه ويمكن شوي دفع ايجابي لنا هي اليوغا. هاي الرياضه اللي رح نحكي عنها اليوم يا فرح وقد ايه لها اهميه حاليا، وفعلا اصبحت جزء من العلاجات اللي متبعه بكثير من البروتوكولات. يعني مثل ما قلنا سلمى باول حديثنا، عجقه الحياه والضغوطات ان كانت النفسيه الاجتماعيه الاقتصاديه وغيرها يلي طبعا كلياتنا معرضين لها بنسب متفاوته، لكن الهدوء السكينه والتامل هو شيء ضروري. طبعا سلمى البعض بيقول كيف نحن بنقدر نعمل هذا الشيء بهي الضغوط وهي عجقه الحياه، لكن اكيد في مساحه من الوقت لازم تكون لنا. اليوغا هي احد الرياضات اللي بتخفف من الطاقه السلبيه وبتكسبنا لكثير من الراحه النفسيه. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل وشو هي خصائص هي الرياضه وشو خصوصيتها وشو بتفرق عن باقي الرياضات مع ريم الشدايده اختصاصيه باليوغا. يسعد لي صباحك، اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك اليوم. مثل ما قلنا اليوغا هي نوع من الرياضات اللي برزت مؤخرا عنا بشكل عام بالشرق الاوسط، هي من زمان موجوده بالعالم ولكن بدا الاهتمام فيها كاحد انواع الرياضات اللي دخلت بالعلاج النفسي ايضا. شو الفرق بينها وبين غيرها من الرياضات؟ هلا فعلا مثل ما قلتي انه اليوغا صارت مثل حل اسعافي للوضع اللي نحن فيه. هلا طبعا هالشيء اجى من التجربه، يعني اي حدا اجى جرب رياضه اليوغا بالذات وطلع منها مرتاح وصار في مثلا ارتاح من الام الظهر، من الام المفاصل، من التوتر، من القلق، فهذا خلى انه النسبه تزيد والاعداد عم تتزايد وعم عم تستفيد فعلا. هلا الفرق بينه هلا اي رياضه هي عم تعطيك شيء ايجابي، بس الفرق بين اليوغا والرياضه الثانيه في عنا عده فوارق. هلا بالنسبه للرياضات طبعا اليوغا عده انواع، في احد الانواع فيها كثير جهد عالي مثلا نوع من الرياضه من انواع اليوغا. هلا هي تقريبا بتشبه الرياضه العاديه اللي هي بترفع دقات القلب مثل الكارديو، بتعمل حرق. فهلا بس الفرق انه نحن باليوغا بنبلش اول شيء بلحظات هدوء وبننهي باسترخاء. هي اللحظات بنعمق فيها التنفس، بنوجه فيها تفكيرنا على هاللحظه، على جسمنا، وطبعا خلال هالوعي، حاله الوعي والتفكير والتركيز على الجسد والنفس هي مترافقه مع كل التمارين. اذا هي فرق، هي احد الفروق. في عندك فرق ثاني انه هي امنه لانه ما فيها سرعه. نحن عم نعمل التمارين كلها بهدوء مع ثبات، حاله ثبات، حاله وعي، انفاس عميقه، فكلها هي بتخليها انه رياضه امنه فيها اي حدا يعملها. ومتى ما انت كنت عم تعملي الحركه بهدوء انت قادره تنتبهي اذا صار في اي خلل، اي خطا، اي الم توقفي. تمام. فانا هي احد الاشياء اللي بتساعدني انه انا تكون هي رياضه امنه ومناسبه لكل الاعمار، لكل الاشخاص، شو ما كانت اوجاعهم، شو ما كانت مشاكلهم الصحيه يعني. فهي كمان شغله. شغله ثانيه هي بتفعل نظام النظير الودي السمتاوي، نظير السمتاوي. الرياضه العاديه بتفعل نظام الودي او السمتاوي اللي هو بيعمل طاقه، بيعمل توتر اكثر، بيرفع الجهد العضلي، بيرفع هرمون الكورتيزول، كلها هي بتؤدي انه جسمي انا بحاله تاهب او حاله توتر. اليوغا تعمل يعني بسبب لحظات البدء اللي هي تنفس عميق مع توجيه فكر والاسترخاء بالنهايه وحالات التنفس العميقه خلال التمارين، رح تفعل يعني بالاضافه للحرق، هي مو انه ما بتنحف، بتنحف بتحرق، بس بطريقه انه امنه ومع تفعيل نظام نظير الودي اللي هو بخليك بعدها تطلعي مرتاحه، حاسه باسترخاء وراحه. كثير بنسمع انه بعض الرياضات في بعض الاشخاص كمان هن مستثنين من هي الرياضات لاسباب معينه، سواء الام بالمفاصل، بالعمود الفقري او غيره، وبتختلف الشده من شخص لاخر، لكن باليوغا في اشخاص نحن بنقول لهم ما بتقدروا تعملوا يوغا او لا؟ لا. كثير حلو هذا الموضوع. هي تمام. هي للجميع، يعني شو ما كان عمره، شو ما كان حالته الصحيه، شو ما كان
وضعه حتى اجتماعيا، نفسيا، ثقافيا، دينيا، لانه في بعض الاحيان بفكروا يعني بيربطوها بشيء ثاني. لا، فهي انت شو ما كانت خلفيتك وشو ما كانت وضعك الصحي، خلينا نقول اساس اليوغا جاهز. التامل اساسه هو التامل لحتى ننطلق لليوغا الشديده يلي بترفع ضربات القلب مثل ما قلنا، يلي ممكن تحرق كثير كالوريز، وهذا يمكن اساسي عند كل السيدات. تمام. هلا ما فيك تقولي اساس التامل. هلا التامل اذا عرفنا شو هو، هو تعيشي اللحظه. تمام. انه انت تغرقي تفوتي. فباليوغا نحن عم نعيش اللحظه، فهي اليوغا تأمليه، خلينا حركتها تأمليه. لانه انت عم تعمليها بهدوء، عم تعمليها بحاله وعي، فانت وعم تتنفسي، فانت بحاله تأمل، يعني عايشه لحظه تأمليه. فهلا يعني انت الحركه السريعه اللي عم تعمل ضربات رفع ضربات القلب كيوغا قصدك ولا كرياضه عاديه؟ لا، كيوغا. كيوغا. هلا هي بنعملها بس برتم بنوع معين اليوغا، هي اسمها أشتانغا يوغا. تمام. فهي بتكون سريعة شوي أو يعني رتمها أعلى، أقوى شوي، أقسى، بس بنفس الوقت في عندك حالة يعني ترجعي إنه أنا عم بعملها لسه الجانب الروحي موجود، الجانب التأملي موجود حتى، بس الفرق إنه أنا العالم اللي بتحب الرياضة أكثر بتاخذ هالجانب من اليوغا، لأنه أنا عم مارس فيه تمارين أكثر، حتى ممكن ما يكون في معك مدرب، انت حافظه سلسله من التمارين عم تنفذيها حتى بصمت، يعني انت ما عم تعملي. هذا اللي بدي اسالك عنه. اليوم في كثير اشخاص بيقولوا انه اليوغا المعروف الصوره النمطيه هي بعض حركات بسيطه مع جلسات تامليه ممكن لساعات طويله، مثل ما بيشوفوا يعني بالعموم، او الصوره النمطيه اللي طلعت عن اليوغا. هل في مراحل لليوغا مثل مثلا بالنادي بالرياضه بيقولوا لك في شخص لساته مبتدئ نبلش معه بتمارين معينه، بعدين ببلش تمارين اكثر، نفس الشيء اليوغا؟ اكيد اكيد اكيد. هلا يعني انت اللي عم تحكي انه انا مثلا اقعد فترات طويله تامليه، هي اعلى مراحل اليوغا بصراحه. لانه هلا اليوغا نحن مبادئ اليوغا، في عندها مبادئ، سابع مبدا هو التامل، هن ثمان مبادئ حاطها الحكيم باتنجلي، فنحن ثمان مبادئ سابعهم التامل بنبلش. فنحن بدنا نحضر لحاله التامل، يعني مو انه انا والله اول ما واحد يفوت باليوغا دغري بدي اقعده ساعه تامل، مستحيل، لانه اول شيء ما راح يقدر. الظهر بده تقويه، عضلات الظهر بدي انا، المفاصل، الورك، الركب، الكاحل، عشان ما يصير تاثير سلبي بدل تاثير تمام. ايجابي. اذا قاعد وعم يتالم ما راح يقدر يفوت يعمل تامل ابدا. فاذا انا التمارين الجسديه، تمارين الرقبه، الكتاف، الايدين، الحوض، الاجرين، كلها، حتى القفص الصدري، الظهر، المعده، كلها في تمارين كلها شامله يعني باليوغا، بس انا بتكون تحضيريه لحتى جسمي يكون قادر يقعد قعده التامل. شفتي؟ يعني فهي هي اعلى المراحل، هن عم بيهربوا منها بس انت بدك وقت لتوصلي لها. هلا الفرق بين كمان احد الفروق بين رياضه اليوغا والرياضات الثانيه، أنا ما عندي شيء اسمه أنا اليوم عندي إجرين، اليوم عندي معدة، اليوم عندي كتاف، لا، نحن عم نشتغل على كل الجسم. هالشغل على كل الجسم عم بيخلي الطاقة تعبر، عم بيخلي بالنتيجة الحالة النفسية تتحسن، أنت يعني ما عاد نحن حالة التوتر هي بلوكات بالطاقة، أو يعني بتحسي الطاقة عم توقف بمكان معين، عم تسبب لك ألم، عم تسبب لك توتر، فالتمارين اللي عم نعملها تخلي الطاقة تعبر بكل الجسم، تطلعي تحسي حالك خفيفة، مرتاحة. فهي احد الفروق. خلينا نركز شوي على اهداف اليوغا. نحن اليوم مو بس بدنا نعمل رياضه، كنا توجهنا على اي نادي رياضه عملنا رياضه معينه، يعني اليوغا اليوم شو تاثيرها النفسي؟ كيف بتفرغ الطاقه السلبيه؟ ولاي درجه ممكن توصل نحن نقدر فعلا نسيطر على انفعالاتنا ونتحدى يمكن الظروف او الضغوط المحيطه فينا؟ تمام. هلا مثل ما حكيت انه نحن باليوغا بنبلش بلحظات صمت، منغمض العيون، نتنفس بعمق، نوعى لحضورنا، لوجودنا بهاللحظة، منحاول نفكر انه انا بدي اسحب الايجابي، بدي فرغ السلبي، تمام، كله مع النفس. بعدين بتبلش تحمية، تحمية العضلات، هي اخر شيء بنهي بحالة استرخاء الى شباسنا. هون انت عم تستوعب او عم تمتصي الطاقة اللي اخذتيها من كل التمرين، بنفس الوقت عم تهدي الجملة العصبية.
ف يعني هي الحالات كيف بنبلش وكيف بننهي وكيف بنعمل التمرين هي اللي حتخليني وصل لهدوء الفكر مع التكرار. طبعا انه انت هون عم تفرغي وعم تشحني بنفس الوقت بالايجابي، عم تفرغي السلبي وتشحني ايجابي، فانا مع الوقت بتصير جزء من طبيعتي، بصير انا عندي فعلا كنترول. يعني ما عاد يصير انه انا ممكن بالبدايات كون بدي اعمل شويه جهد حتى اضبط او شويه جهد حتى استرجع لحاله السكون والهدوء تبعي، مع الوقت بتصير جزء من طبيعتي لانه انا عم مارسها بشكل منتظم يومين او ثلاث ايام بالاسبوع. فمع الوقت مثل انت كيف بتكسبي مثلا قوه العضلات او مرونه الجسم باستمرار بالتمرين، كمان هذا التريننج اللي عم دربه للعقل انا وتوسيع الرئتين وتوسيع النفس وتهدئه الدماغ هي اللي عم تخليني اوصل لحاله السيطره والهدوء والسعاده والسلام الداخلي. طيب هذا الشيء بخلينا نقول كمان انه في انواع لليوغا، كمان هاي الانواع بترتبط بمدى تاثيرها النفسي والجسدي على الشخص. طبعا هلا في مثل ما حكينا يعني كل حدا له طبيعه، فنحن مشان هيك في عندك انواع مختلفه من اليوغا، كل حدا حسب طبيعته كمان حسب شو هو بحاجه حسب شو بيناسبه ممكن المدرب يساعده انه يختار نوع اليوغا اللي بتناسبه. فهلا طبعا في رياضه انواع قديمه اللي هي جنانه يوغا، كارما يوغا، باكتي يوغا، هدول اشياء لها علاقه بالعمق اكثر تبع اليوغا. بس هلا في عندك اليوغا كونها هي عم تتطور مع تطور او فيني اقول عم تتماشى مع الوضع مع هلا. فانا شو بحاجه هلا مثلا عم يحتاجوا مثلا فينياسا، خليني يوغا فينياسا كثير مشهوره هلا صارت، هي عباره عن مجموعه من التمارين بس مترافقه مع التنفس، يعني لسه النفس موجود بس بعملها مع موسيقى معينه بتصير مثل كانه رقص اكثر، تمام؟ بتعمليها سلاسل هيك بتحسي حالك انت عم تتناغمي مع جسدك، تمام؟ في عالم بيحبوا هي الطريقه، صحيح. عالم ثانيه بدها مثلا لا تمارين جسديه اكثر، فموجود اشتانجا يوغا، تمام؟ بس انت هون مثل ما حكينا تعمليها برتم معين بسلاسل معينه بس كمان في تنفس، بس مو مثل الفينياسا، مو مثل الهاتا يوغا مثلا، تمام؟ فانت كل وحده، في ناس مثلا بتحب حركه اكثر، سرعه اكثر بالتمرين، ما بتقدر تتحمل القعده كثير، تمام؟ فهلا في عندك شيء اسمه يان يوغا، يان يوغا هي كثير هادئه، لطيفه، ستريتش، بتثبتي بالحركه، هي تحضير لباقي الرياضات. فانت اذا مثلا كنت بالبدايه وجسمك مو مستعد للقيام بوضعيات صعبه او سرعه عاليه، خلينا نقول نتدرج باليوغا مثل في انواع، المهم كل واحد المدرب بيساعد المتدرب انه يختار النوع اللي بيناسبه. نعم اكيد بدنا نشكرك كل الشكر على كل المعلومات اللي قدمتيناها. هو اكيد مثل ما بنقول دائما الصحه الجسديه والصحه النفسيه هي اساس الانسان، لحتى مثل كمان ما لنا نتحدى شوي هالظروف الصعبه المحيطه فينا. كل الشكر لك. شكرا لكم. شكرا لك ولوجودك معنا.